بس هو اليوم باب الحارة ما عم يستند على شيء تاريخي. في يعني منطق خلينا نقول في منطق نحن نقول يعني خلينا نقول نحن إنه المشاهد يعني انغبن ببعض أحداث ما قاس الزمن الدرامي. العمل قلت لك انطلق بالـ29 لقينا بالجزء السابع أو الثامن ابن بسام ملا صار شاب وصار هي كان هو ابن أبو ابن بوران كان هو على ما أعتقد يعني نغيروا كتير بتسلسل الزمني للأحداث صار شاب يعني صار شاب يعني شو يعني ما بعد الاستقلال صار هو بعد الاستقلال إيه يعني الكتاب اللي كتبوا النص ما اعتمدوا على التسلسل الزمني والدرامي للمسلسل. لو اعتمدوا عليه كانوا هن كشفوا الخطأ هذا الخطأ الفادح بدك اياه وما كبروا هالشخصيات سووها رجال يعني. طب الجزء الجديد مين النجوم اللي حنشوفهم؟ يعني في اسماء طرحت وائل شرف ميلاد يوسف ونقال انه ممكن الاستاذ عباس النوري ايضا يكون بالجزء الجديد. شوفي انا بتمنى كل نجوم باب الحاره اللي اشتغلوا بتمنى يرجعوا. لكن هلا انا عم اسمع تصريحات بعض الفنانين منه وائل شرف منه ميلاد يوسف منهم انه ما بيرجعوا. هن طبعا احرار يعني والكاتب بحق له يعني يكتب نفس الشخصيه ويستبدلها بشخصيه ثانيه يعني وين المشكله يعني. انما في بعض شخصيات انا بجزء 13 حكيت عنها انه ماتت منهم شخصيه عصام وشخصيه معتز ما حيرجع كمان خلص ما في داعي. بعدين ليش يعني نفسه حيرجع نفسه يعني نحن ما عاد عندنا نجوم غيرهم يعني ما عندنا كثير نجوم احنا ممكن احنا نستبدلها بحكايه كبيره قصه حدث كبير ننسى كل شخصيات باب الحارة ولكن المشاهد بيضل متعلق بشخصية أبو النار معتز عصام أبو